قامت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة إلى رواق وزارة الصحة المشارك ضمن فعاليات وأنشطة مدينة الشباب 2030 بصحبة المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية سعادة الدكتور أحمد المنظري. وجاءت هذه الزيارة بهدف إطلاع المنظري الذي يزور المملكة ضمن جولة له على المنطقة، أطلعه على الدور المجتمعي الفعال الذي تقوم به الوزارة وما هي الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الرامية إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع البحريني خصوصا فئة الشباب باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها البحرين في تحقيق معالم التنمية المستدامة، فضلا عن عرض ملامح النظام الصحي الشامل المتبع في المملكة ونوعية المبادرات التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل مستقبل أفضل للرعاية الصحية. الغرض من مشاركتنا هو رفع الوعي من الناحية الصحية. من خلال مشاركتنا بنحاول ان احنا نركز على المواضيع اللي تهم الشباب مثل تعزيز انماط الحياه الصحيه، ممارسه الرياضه، الغذاء الصحي، ايضا بنتعرض الى بعض السلوكيات الخاطئه اللي نتمنى ما يقعون فيها شبابنا ومن اهمها التدخين، فعشان كذي في زاويه خاصه للتدخين. حاولنا ندخل التثقيف بالترفيه، فمثل ما انت عارف خصوصا الاطفال الاقل سنا يمكن ما بيتقبلون المسج لو كان تعليمي بحت، يحتاجون الى بعض الالعاب عشان تشجعهم وتثبت الفكرة في بالهم وتثبت المعلومة الصحية. واليوم طبعا أنا سعيد جدا بزيارتي لهذا الملتقى والذي هو فعلا ترجمة حقيقية لتوجهات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية باستخدام الطرق المناسبة لمخاطبة مختلف الفئات العمرية في مجالات الصحة المختلفة وخصوصا في مجال التوعية الصحية يعني والثقافة الصحية. ففعلا اليوم خلال تقوالي هذا لمست يعني ما شاء الله إبداع وابتكار من قبل القائمين على هذا البرنامج من حيث استخدام طرق تناسب مختلف الأعمار.